شيخ، بالنسبة لاتخاذ المصحف سترة في المسجد، خصوصا إذا كانت الأعمدة بعيدة عن الشخص في مكان صلاته أو الجدار، هل في إهانة للمصحف أو يجوز؟ نعم، أولا بارك الله فيك، يجب أن تعلم أن السترة غير واجبة، هي سنة ما هي واجبة، فلا حاجة إلى أن نتكلف إلى هذا الحد. وثانيا لا يجوز أن تجعل المصحف سترة لك، لأن هذا استخدام للمصحف في غير ما وضع له. المصحف يجب أن الإنسان يحترمه ويعظمه، مثل ذلك بما نرى هؤلاء الذين إذا زهمت عليهم وصار فيه انتظار سجلوا قرآن، هذا لا نراه أبدا أن يكون يستخدم في الانتظار. ثم أن الذي يسمعه ربما يكون مالا وربما يكون غير مسلم، فلذلك إذا أردت انتظار اجعل سجل حكمة من الحكم أو ما أشبه ذلك، أو خلوا يسكت حتى يتصل. نعم.